طيب العد التنازلي خلاص بيبتدي او ابتدى لمباراه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. هذه المباراه الهامه جدا مهمه ليه، لان هي في مستهل المشوار الافريقي، اول بدايه ليه، ضربه البدايه. مهم قوي ان ضربه البدايه تكون قويه، مهم قوي ان انت تكون مركز جدا جدا في كيفيه الفوز بنتيجه مريحه قبل مباراه الاياب اللي هي برده في مصر، المباراتين في مصر. بس انت ممكن يكون عندك ايه، مباراه في كاس مصر مع فريق بيراميدز في نص ما بين المباراتين كده، فانت ممكن تكون محتاج ان انت تجرب عناصر، تريح البعض الاخر، فكل دي امور اكيد في اذهان الجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسيرت. لكن من هنا اهم شيء انك تبتدي بدايه مناسبه جدا تديك دفعه للي جاي في البطوله، وتديك دفعه لبدايه موسم كروي جديد في مصر. يعني بشكل عام انت هتبقى مركز وتكسب وتبقى عندك المعنويات مرتفعه قبل خوض غمار بطولات عديده وتحديات عديده بالنسبه للنادي الاهلي في هذا الموسم. عندك ماتشين افريقيا، عندك بطوله كاس مصر باذن الله تخلص ويتوج بها النادي الاهلي، عندك كمان مباراه السوبر مع نادي الزمالك، وبعد كده تخش على الدوري. فباذن الله باذن الله البدايه لموسم كامل من خلال مباراه اطلع بره، حتى لو في فريق من وجهه نظرنا شويه ممكن يكون ضعيف، لكن فريق بيلعب في دوري ابطال افريقيا حتى لو في الدور التمهيدي، لكن هو بطل جنوب السودان، فبالتالي اكيد هيكون في تفكير جيد وتركيز بشكل كبير جدا على مواجهه هذا الفريق، وان شاء الله تخطي هذه العقبه. ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره الافريقي. الفريق طبعا بيواصل تدريباته واستعداداته لهذه المباراه من خلال تدريبات في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بتحديد استاد مختار التتش، وهي تدريبات في الحقيقه مهمه جدا، ابتدت من يوم السبت اللي فات بعد ما كان الفريق خد راحه بعد حسم بطوله الدوري من خلال مباراتي المقاولون والفوز كمان على الزمالك. معنويات مرتفعه ان شاء الله عند اللاعبين، جاهزيه تامه عند الكل تقريبا ال 26 لاعب المتواجدين في القائمه الافريقيه، كلهم جاهزين بنسبه 100% ما عدا مين؟ ما عدا شريف اكرامي. فبالتالي الشناوي طبعا هو كده كده موجود دلوقتي الفتره دي، هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي في منتخب مصر، ومعاه علي لطفي كمان الحارس اللي موجود معاهم، فالامور مطمئنه جدا بالنسبه للقائمه بشكل كامل. بالنسبه لشريف اكرامي خلاص ايام او اسبوع بالكثير ان شاء الله ويكون متواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، بالتالي القائمه كلها جاهزه. في حيره نسبيه كده عند الجهاز الفني يلعب بمين في ظل تواجد عدد كبير جدا جدا من اللاعبين المميزين في هذه القائمة. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في بداية مشواره الأفريقي، وبإذن الله بإذن الله تكون ضربة البداية قوية جدا وتكون دافع أكبر وأقوى لحصد هذا اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الأهلي.